الجزائر كغيرها من دول المعمورة انتفضت نصرة للقدس الشريف، حيث صدحت حناجر أئمة المساجد بخطب عرض تواطؤ بعض الأنظمة العربية وصمت المجتمع الدولي إزاء تحركات الكيان الصهيوني الرامية لتهويد القدس الشريف وتكريس سياسة الأمر الواقع. ونظمت العديد من التشكيلات السياسية والجمعيات وأفراد من الجالية الفلسطينية وقفة تضامنية لفضح ممارسات الكيان الصهيوني. إلى ذلك صلاة الجمعة كانت استثنائية عبر مختلف مساجد ولايات الوطن، فدعوات الخطباء والمصلين شهدت إلى نصرة القدس الشريف والتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم على مقدسات المسلمين، مستنكرين صمت وتواطؤ المجتمع الدولي وخاصة العربية منها. مهدي خيدر في هذا التقرير. ولأن الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وفي مشاهد تبرز مكانة القضية الفلسطينية في قلوب الجزائريين، صدحت حناجر أئمة المساجد عبر مختلف ولايات الجمهورية في خطاب الجمعة بعبارات منددة بالعدوان الصهيوني الذي يتمادى في سياسته العدائية عبر تدنيس باحات الأقصى. هذه الخطابة تاع اليوم الجمعة، الإنسان يتذكر لماذا المسلمون يتقاتلون بعضهم بعض. إذا كان سمعته كلام الشيخ كلام صواب، الأقصى مشكلته تفرق المسلمين، يعني تفرقوا واستغل ذلك اليهود والصهاينة على أن يأكلوا ما تركه المسلمون. وفي عهد الانبطاح والتآمر العربي بقيت الجزائر وفية لمبادئها، ففلسطين قلب العروبة النابض تعد قضية الجزائريين. من الصدمات التي تلقيناها في جسم هذه الأمة في الأيام المباركة من ذي الحجة، حين يتأهب العالم الإسلامي للمشهد الأكبر الذي هو الحج الأكبر في عرفات، تقع هذه الجرائم على الأقصى الشريف من تعد صارخ. من خلاله نتوجه إلى العالم الإسلامي وإلى العالم أجمع أن يتحرك نجدة للأقصى ودفاعا عنه بكل الوسائل المتاحة المطروحة سياسيا وأمنيا واقتصاديا للدفاع عن أقصانا. ولأن الدعاء أضعف الإيمان، كانت صلاة الجمعة اليوم استثنائية في مساجد الجزائر، حيث هب الجزائريون لنصرة إخوانهم، ولسان حالهم يقول: عذرا أيها الأقصى.